أعزائي متابعي بوابة الوفد، إحنا هنا في مدينة ديكنس محافظة الدهلية، وتحديدا في مدرسة علي مبارك الابتدائية. الحقيقة في مبنى تابع للتأمين الصحي من 6 سنين وهو مهجور. مبنى مهجور بهذا الشكل بقى مأوى للخارجين على القانون، يرتكبوا فيه أي مخالفات يدخلوا من هذا الباب. هذا الباب مجاور لأحد أكبر المساجد في مدينة ديكرنس وبجوار بعض المساكن، فيدخلوا وده هذا وده باب المدرسة، يدخلوا هنا ويتوجهوا لارتكاب أي مخالفات في هذا المكان المهجور من 6 سنوات بالكامل. لو دخلنا باب المدرسة عشان نشوف المشكلة الأكبر، نشوف المبنى. هذا هو المبنى، مبنى مهجور منتهي تماما من 6 سنوات. المشكلة الكبيرة ان بدأ يخرج منه تعابين وقوارض وتهدد سلامة الأبناء في الحضانة. دي الحضانة المجاورة اهي، وهذا هو المبنى. المبنى بدأ يدخل منه شقوق يخرج منها التعابين. دي شقوق اهي، بدأ يخرج منها التعابين وتهدد الأبناء. لو بصينا على المبنى بالشكل ده، مبنى مهجور من 6 سنوات، تركته وزارة الصحة، لا تم استغلاله ولا تم إعادة بنائه حتى يأمن الأطفال من مخاطره. مبنى حشائش حواليه، مبنى مهجور تماما. فتحات هنا يخرج منها الثعابين والقوارض، وضع أصبح مأساوي. وهنا الروضة ملاصقة تماما للمبنى. احنا بنناشد الدكتورة وزيرة الصحة بسرعة استغلال هذا المبنى أو تسليمه للتربية والتعليم. المهم أن يتم استغلاله حتى لا يكون مصدر خطر لأبنائنا الأطفال الملاصقين لهذا المبنى.